السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم العشاء ديالنا، واحد العشاء اللي تيكون خفيف ظريف غني بالفيتامينات ومتكامل بالنسبه للعائله ديالنا. هنا ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا الرز البسمتي بالماء ديال الدجاج. هنا عندي فواكه اللي ولا بد منها في النظام الغذائي ديالنا. هنا عندي كان عندي واحد شويه ديال العنب، وعندي واحد شويه ديال الكيوي حطيته. وهنايا الطبق الرئيسي عندنا هنا الدجاج، درنا تشيكن كاتليت، ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقه. وهنا درنا البراسل سبراوت لي شو دو بروكسيل اللي طيبناهم في الفرن، كنخليهم محافظين على اللون ديالهم، وكي تشوفوا معايا كيجيو محمرين ما شاء الله من الداخل. سو ما نطولش عليكم ويلا هم معايا المطبخ. هنا بالنسبه دابا للدجاج ديالنا غنبداو به ان شاء الله هو الاول، لانه هو اللي كياخذ الوقت خصو يتمارينيتا. عندي هنا صدر ديال الدجاج كي تشوفوا معايا، غسلته مزيان، داكشي خليته هنا كيتسقطر. الكونتيتي هنا كتبقى على حسب العائله ديالنا. سو المارينيت اللي غنديروا ان شاء الله حنا اليوم للدجاج ديالنا، عندي هنا جوج بيضات. الا درنا مثلا غير صدر واحد ولا هذا، نديروا غير بيضه وحده، المهم داكشي كما قلت لكم على حسب العائله ديالنا. سو هنا غنزيد الملحه، وعندي الفلفل الاسود. بالنسبه للمارينيت انا غندير هنايا غير الملحه والفلفل الاسود، لان عندي لا شابلور ديالي ملي كنت انا طحنت الخبز درت فيه الزعتر، درت فيها الياسر، درت فيها الثومه والبصل باودر، يعني نسمتها مزيان. ملي غادي نبغي نطيب فيها الدجاج ديالي غادي يجيني دجاج منسم. الا نتوما عندكم لا شابلور ما فيهاش الاعشاب المنسمه، ما دايرين فيها والو، ممكن هنايا نزيدو الثوم باودر والبصل بودرة، نزيدو سكينجبير، نزيدو كاع لي هذا التوابل اللي نتوما كتبغوا نزيدوها باش الدجاج ديالنا يجي بنين. دابا ان شاء الله هاي المارينيت ديالتي دابا وجدات، هادشي اللي غنكتفي به انا دابا. غادي نحرك هذا البيض ينسجم مع داك الملحه والفلفل الاسود. بالنسبه للخطوه التاليه ان شاء الله هو انا غناخذ الصدر ديال الدجاج، غنحيد منه الا بان لي بحال هكا شي طرف ديال الشحمه ولا شي حاجه، نقيه مزيان، وغادي نشدو غادي نديرو شرائح رقيقه، وغادي نضربو ان شاء الله بهذه الطريقه هذه باش يزيد يكون رقيق، لان بغينا نديرو تشيكن كاتليت، والتشيكن كاتليت تيكونوا شرائح تيكونوا رقاق. المهم كل واحد يدير على داكشي اللي تتبغي العائله ديالتو، انا كنفضل يكونوا رقاق. ان شاء الله غندوز نقطع الدجاج ديالي ونرجع معكم باذن الله. صافي هنا كي تشوفوا معايا الدجاج بعد ما قطعته درته في داك البيض مع الملح والفلفل الاسود، كي قطعته على هذا الشكل هكا رقيق. صافي دابا ان شاء الله غنغطيه نديرو في الثلاجه نخليه يتمارينيتا حتى نرجع. الا ممكن بحال دابا اللي عنده الوقت يديرو مثلا ليله كامله تا هو تيجي مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لهذا الطبق الجانبي ان شاء الله. بالنسبه للطبق الجانبي هنايا عندي البراس سبراوت ولا كي تنقولوا لهم لي شو دو بروكسل، غسلتهم رقدتهم هنا في الماء مع شويه الخل وخليتهم حتى تغسلوا مزيان، عاود غسلتهم عاوتاني وصفيتهم. اش غادي ندير دابا ان شاء الله؟ غادي نحيد لهم هنا هاد الاند ديالهم ونقصه معهم على جوج، وان شاء الله نحطهم في اللاطه. منين ان شاء الله غادي نسالي كلشي ونرجع معكم باذن الله. صافي هنا كي تشوفوا معايا البراس سبراو ديالي ها هو كله تقطع ودرتو في اللاطا اللي غندخل الفران. انا غادي ندير عليه شويه ديال الملحه، غادي ندير كذلك فلفل اسود، وغنشارك معكم السر اللي باش ولادكم ياكلوا لكم هاد الخضره هادي. السر هو الرانش سيزنين، ولكن خاصها تكون بودره ماشي تكون هذيك اللي جاريه اللي كنديروا في لي سالاد. سو هنا غادي نزيد الرانش سيزنين كي تشوفوا معايا، لان كاع الاطفال كلشي كيبغيها، دونك غنديرها لهم انا هنا في الخضره وتياكلوه ليا، بيكوز هذاك المذاق ديالها تيكون وتغطي على هذاك المذاق ديال هاد لي شو دو بروكسيل. هنا غنزيد زيت الزيتون، وغادي نخلط ان شاء الله مزيان كل هاد العناصر هاد التوابل هادي تدخل ان شاء الله في الخضره مزيان. صافي هنا كي شفتوا معايا البراسي سبراو ديالي من بعد ما مسيت هذيك التوابل مزيان دخلات له مزيان، درت بحال ماساج مسيتهم مزيان. هنا دابا غادي ناخذ هاد الجهه اللي مقطعه هي اللي غتكون على لاطا بحال هكا كي تشوفوا معايا،
غادي نديرو كلهم نديروهم على هذا الشكل. ما بغيناش الورق ديالنا اللي تحرق الفوق ديالو بحال هادو، بغينا لتحت الوسط ديال البراسل سبراوت يطيب من التحت، وبغيناه كذلك ياخد واحد اللون بني. صافي هادو غادي نديرهم انا في الفران 400 فهرنهايت 200 سلسيس لمده 15 دقيقه ما نفوتهاش. انا كنبغي الخضره ديالتي تكون باقا قاصحه، ماشي نقتلوها بالطياب ما كنستافدوش منها، ما تبقاو فيها لا فيتامينات لا والو الا طيبنا الخضره بزاف. صاو هنا دابا حيدنا البروتين دجاج، حيدنا الفايبر مع البروتين اللي كاين في لي شو دو بروكسل. ان شاء الله الكربوهيدرات اللي غندير ان شاء الله اليوم للعائله ديالي هو الرز. هنا عندي الباسماتي رايس، غندير ان شاء الله الملح، عندي هنا زيت الزيتون، وغادي ندير هنايا عندي الماء ديال الدجاج، مرق الدجاج ديال البيت. الا كنا غنشريو مرق الدجاج ديال هذا من على برا ديال السوبر مارشي، نردو بالنا حيت هما تيكونوا دايرين فيه الملحه، النسبه ديال الصوديوم كتكون طالعه فيه بزاف. بما اننا هنا مصوبه في البيت انا ما دايراش فيه الملحه، دونك داكشي علاش انا زدت الملحه بوحديتها. صافي هنايا الرز ديالي غادي نطيبو ان شاء الله في الانستنت بات. صافي دابا ان شاء الله غادي نشعل على الرز ديالي باش يطيب. هنا لا شابلور ديالي كي تتشوفو قبل ما كنطحنها كنزيد عليها الاعشاب المناسبه، وكنزيد عليها الثوم والبصل بودر، كتجي واحد تعطي واحد النسمه ما شاء الله زوينه. الدجاج ديالي ها هو جبته من الثلاجه، وهنا وجدت هنا المقله ديالي درت فيها الزيت فين غنطيب دابا الدجاج ان شاء الله. صاو الدجاج ديالنا هو غادي يطيب، هذاك لي شو دو بروكسل راه في الفران، والرز ديالنا ها هو تاهو تايطيب باش ان شاء الله تجي الاكله كلها موجوده في خطره واحده. صافي هنا دابا الدجاج ديالنا ها هو غادي نديروه في لا شابلوغ على هاد الشكل هذا، بين ما تسخن لينا الزيت ديالنا نوجدوه. صافي هنايا دابا ان شاء الله الزيت ملي كتسخن، ماشي كنخليوها تسخن بزاف باش ملي نحطو الدجاج ديالنا ما يتحرقش. صافي غادي نديروه على هاد الشكل هذا. ديما بالنسبه للبنات اللي يلاه قالوا بسم الله ملي نبغوا نحطوا شي حاجه بحال هكا تقله كنديوها لجهه، ما كنحطوهاش على هكا عند وجهنا باش الا طارت الزيت ما نتحرقوش. اوكي نزيد عاوتاني هنا الطرف الثاني، والنار تكون متوسطه يتحمر لينا الدجاج من على برا على خاطرو، ونفس الوقت يطيب من الداخل. الا جهدنا العافيه غادي يتحرق من على برا، والداخل غيبقى لينا الصدر ديال الدجاج ما طيبش. هنا العشاء ديالنا صبح موجود كي تشوفوا معايا، الدجاج ديالنا جا على هاد الطريقه هادي، تيجي ما شاء الله بنين وزوين. وهنايا لي شو دو بروكسل اللي طيبناه في الفرن تيجيو تهمايا، منين ما كندوزو فيهم الطياب كيحافظوا على اللون ديالهم، تيجيو محمرين تما من التحت. هنا الفواكه ديالنا كي تشوفوا معايا شاطو علينا من الفطور، وقلت ان شاء الله نحطهم لهم. وهنايا عندنا الباسماتي رايس اللي طيبناه مع بعضياتنا بالماء ديال الدجاج. كان هذا هو العشاء ديالنا اليوم، وهنا غادي نقول لكم بسلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله الوصفات ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب.